السلام عليكم. اليوم راح نحكي لكم على واحد الانسان ماشي كباقي البشر، ماشي من حيث المعجزات، ربي طهرو ونحلو الحوايج اللي ماشي ملاح اللي كاين في جسم الانسان هكذا باش قدر يكون اطهر وافضل انسان يمشي فوق التراب ويتجول في الارض. وهذه هي اخر حلقه للسلسله ديالنا قصص الانبياء، راح نحكيو على خاتمهم الرسول عليه الصلاه والسلام. باش نتفاهموا لو كان نحكي لكم القصه ديالو كامله وبالتفاصيل ديالها اتلاح حساب الفيديو على الاقل تكون فيها 8 سوايع. مسيره الرسول عليه الصلاة والسلام طويلة بالبزاف، تقدر تكون وحدها هي سلسلة اللي ممكن ديرها وتشوفوها في هذه القناة. تقولوا لي في التعليقات إذا كان راكم حابين. داير إذا كان مازال اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش يلحقكم كامل الفيديوهات اللي راهم جايين بزاف واعرين من قصص دينية وتاريخية بزاف مهمة وبزاف مشوقة. المهم في هذا الفيديو راح نهضروا على الأحداث اللي صاروا مع الرسول عليه الصلاة والسلام باش نفهموا القصة ديالو من قبل ما يجي إلى الأرض حتى لحق الأجل ديالو. لكن ما تنساوش ديروا لايك ويلا. بعد ما رفع سيدنا عيسى عليه السلام الى السماء كما شفنا في الحلقه اللي فاتت، ما زاد جا حتى نبي موراه لمده 600 سنه تقريبا. المشكل سيك 600 سنه بلا ما يكون حتى واحد يوري لهم الطريق الصحيح، خلات ابليس يخدم الخدمه ديالو والوسوسه في ليت ساعة. الارض قلبها، البشريه كامله كانت على كفر وهو اللي كان مسيطر على العالم. الناس تعبد الاصنام، تعبد الحيوانات، تعبد الكواكب، وابليس باقي غير يغرس فيهم الجهل ويضحك عليهم. كان مسيطر على العالم كله. جا واحد العام ووسوس لواحد الملك. رانا في مكة عام 571 ميلادي بالضبط في قصر الملك أبرهة. هذا الملك كافر ظالم، وزاد وسوس إبليس لدرجة وين الملك هذا ناض. قرر الحراس والجيش ديالو يهزوا روحكم وهيا نهدموا الكعبة. لم كامل الجيش ديالو ودا معاه العديد من الفيالة باش يريبوا الكعبة. ماشي مع الجيش ديالو بلا كونفيونس وهو يتقرب للكعبة ويشوف واحد الغيمة كبيرة وكحلة جاية عنده. قاعد يقول غريب، هذه الغيمة مسرعة تجري بزاف. بدات تقرب فائدة بها ماهيش غيمة. المئات ولا الآلاف تاع الطيور كانوا رافدين حجارة بالمنقار ديالهم، لحقوا فوق الملك أبرهة والجيش ديالو ويصار منظر رهيب. الحجارة بدات تطيح عليهم كي الشتاء، ريبتهم كامل. أبرهة والجيش ديالو ومام الحيوانات كامل ساقطين على الأرض. اللي مات واللي تجرح. مشهد عظيم جدا، شهدوا عليه بزاف ناس. الملك أبرهة بالقوة ديالو الكبيرة بالبزاف مقدرش ميم با يقرب للكعبة الشريفة. الناس فهمت باللي كاينة قوة خير بشرية راهي تحمي هذيك الكعبة، ولكن إبليس أتقن في الخدمة ديالو وغرس فيهم مليح الجهل وبقاو على كفر. وهذاك العام اللي صارت في هذه الحديثة سموه بعام الفيل. في نفس العام وفي نفس المكان زاد واحد الطفل اللي الناس كامل كانت تشوف فيه طفل عادي، وما كانش على بالهم باللي راهو رحمه على الارض وراح يبدل مجرى البشريه كلها. سموه محمد نعم الاسامي، وللاسف باباه ما عرفوش وجامي تلاقى معاه على خاطر توفى ربي يرحمه. ومحمد عليه الصلاه والسلام كان في كرش الام ديالو اللي اسمها امنه بنت وهب، اللي للاسف هي تاني توفات. ومحمد عليه الصلاه والسلام كان عنده بعض السنين كان صغير، ولهذا جدو عبد المطلب هو اللي استكلف به وهو اللي ولا والي الامر ديالو. وشكون اللي رضعه ورباته وتهلات فيه؟ هي حليمة. دي لاحظت حاجة عظيمة جدا صارت لها في حياتها من النهار الاول اللي رفضت النبي عليه الصلاة والسلام، حيث ربي رزقها برزق كبير بالبزاف هي وما كانتش تتخيل باللي تكسبو كاش نهار. خيرات كثيرة من المواشي والغنم وخيرات كبيرة من البضائع. على كل حال حليمة كانت تشوف فيه انسان مبارك. جازو سنين ومحمد عليه السلام ولا غلام يتجاوز العمر ديالو 5 سنين. وواحد النهار كان برا يلعب مع الدراري هكذا ما بيناتهم، حتى جا واحد الشخص غريب عليهم، واحد ما يعرفوا في هذيك المنطقة. اتجه ديريكت لمحمد عليه الصلاة والسلام. الدراري هذوك خافوا منه، قلعوا يجريوا لديارهم. ومحمد عليه الصلاة والسلام باقي غير يشوف شكون هذا الشخص وشكون واش راه يحوس عندي. هو جبريل عليه السلام، بعثه ربي سبحانه باش يحسن في خلق محمد عليه الصلاة والسلام. فتح له صدره وخرج له قلبه ونحالوا نقطة سوداء يقولوا لها حظ الشيطان. وهذه النقطة السوداء ولا لاطاش نوار كاينة عندنا احنا البشر جميعا، ومن الطاشة اللي يجينا الحقد، يجينا البغض وكل الصفات الانسانيه السالبه اللي فينا. بعدها جبريل واش دار؟ غسل قلبه وزاد غسل صدره وزاد عمره بالحكمه والايمان. عليها قلتكم في البدايه تاع الفيديو ماهوش كباقي البشر. وجازوا بعض السنين قليله، ومحمد عليه الصلاه والسلام طاح عليه واحد الخبر كالصاعقه على قلبه. نهار اللي مات فيه ولي امر وجدو عبد المطلب بكى عليه بزاف حزنا، وبطبيعه الحال تكلف به الانسان الاقرب ليه واللي هو عمو ابي طالب. قال له اروح انضمك مع ولادي، وتبناه وكان يعامله معامله حسنه جدا وكانه واحد من ولاده.
محمد عليه الصلاة والسلام كان تاجر، تاجر بار اكسيلونس، بعد ما كان راعي الغنم كي كان صغير. الناس كان سمعت به كي ولا تاجر على خطر شافوه انسان مميز، الشامي استعمل الحيلة في التجارة ديالو، بالعكس كان يخاف ولا يغلط ويدي حق الناس، وهاد الاخلاق خلاو الناس يحبوه، يحبوه بالبزاف، لدرجة وين ولاو في الحوار ديالهم ما يقولوش ايه هذاك التاجر محمد، ولاو يقولوا ايه هذاك الصديق الامين. بزاف ناس سمعوا به من حسن اخلاقه، وحده منهم خديجة بنت خويلد، يقولوا باللي محمد عليه الصلاة والسلام تاجر بالمال تاع خديجة، وهي حارس قاعده تقول كاين انسان صادق ويحافظ على الامانة لهالدرجة. عجبها وكانت مرتاحة بزاف من جهته، وكتب المكتوب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في عمره 25 سنة، وخديجة رضي الله عنها كانت من اول الزوجات ديالو. سكان مكة لاحظوا واحد الحاجة غريبة جدا في محمد عليه الصلاة والسلام. هو كان يعيش كإنسان عادي، يتاجر يحمرته، ولكن ما كانش يعبد الأصنام كما الشعب ولا يدير معهم الطقوس. علاش؟ على خطر محمد عليه الصلاة والسلام يخدم راسه كما سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي شفناه في الحلقات اللي فاتوا، شاف باللي هادو الأصنام ما عندهم حتى معنى وما فيهم حتى منطق. في بلاصة ما كان يعبدهم كان يعزل روحه، كان يروح لواحد الغار، غار حراء، جاي في واحد الجبل كان يدخلو على خاطر كان يلقى راحته لتما ويصلي على حسب الاعتقادات ديالو، وهو متيقن وعلى باله بلي كاينه قوه ربانيه اللي خلقت هذا الكون، ما جاش هكذا وحده. على كل حال جا 6 سنين وسنين محمد عليه الصلاه والسلام لحق في العمر 40، وفي واحد النهار كان جوستومون في غار حراء يعبد ربي، باغي خاشع ويحوس يفهم اكثر شكون اللي راه حاكم هذا الارض، وفجاه يحس الشيء يتنقل بسرعه كبيره بالبزاف، جرى وحكمه من الوراء، حكمه بقوه كبيره. محمد عليه الصلاه والسلام خاف بالبزاف، بقى يتحرك ويدور باش يشوف شكون هذا اللي حكمه، ولكن مستحيل، قوه كبيره كانت حكمته. وفجاه سمع صوت يقول اقرا. محمد عليه الصلاه والسلام ما فهم والو، باقي غير يتحرك، جاوبه وهو خايف ما انا بقارئ. هذاك الصوت تكرر وقال اقرا. محمد عليه الصلاه والسلام عاود جاوبه وقال له ما انا بقارئ، ومره ثالثه كيف حتى قال هذاك الشيء اقرا باسم ربك الذي خلق. اول قطرات الوحي لمحمد عليه الصلاه والسلام، واللي كان معه في هذاك الغار هو السيد الملائكه جبريل عليه السلام. الرسول عليه الصلاه والسلام ما قدرش يامن، ما قدرش تدخل في راسه، عاود ولا يجري للدار، قال لخديجه غطيني غطيني، تلمو كان خايف وما قدرش يستوعب. رحمه كبيره على البشريه نزلت هذاك النهار، واول كلمه نزلت هي اقرا. هاد القصة تبين الأهمية تاع الصحبة والأصدقاء والانتوراج ديالنا. عليها أول حاجة دارها محمد عليه الصلاة والسلام بعد ما نزل عليه الوحي هي الهداية السرية، بدا يهدي الأقرباء ديالو والناس اللي يعرفهم. وظاهر أول إنسان يسلم في هذا الكون هي مرته خديجة رضي الله عنها. على كل حال أمنوا به بزاف الانتوراج ديالو، وواحد منهم صاحبه اللي أمن به من النهار الأول واللي هو أبو بكر الصديق، واللي ما أمنوش ما أداوهش. ولكن واحد الخطرة الرسول عليه الصلاة والسلام بدا الهداية الجماعية ديالو، حبي يتكلم مع جميع سكان مكة، جمعهم وبدأ يهضر، يا قوم هاوليك الدين الصحيح، يوجد الله لا إله إلا هو، لازم نعبدوه ونبتعدوا على هادو الأصنام اللي ما عندهم ما يديرونا. هنا كانت صدمة بالنسبة لمحمد عليه الصلاة والسلام، على خطرش أول واحد يجاوبه هو عمه الآخر أبا لهب، طيح له ديركت، قال له واه يا محمد علاش هاد الشيء جمعتنا؟ والخبر الحق الكبار القوم وما عجبهمش الحال، وهنا يبدأ العذاب. تعذب الرسول عليه الصلاة والسلام هو والصحابة ديالو بشكل قاسي جدا، كانوا يعذبوهم الملاء ولي حاكمين مكة على خاطرش ما عجبتهمش العقلية ديالهم، كيفاش نبعدوا على الأصنام ونوليو ما نعبدوهمش، وكيفاش هذه الناس كامل تولي سواسية، يعني ما عجبتهمش وما ساعدتهمش. دونك كانوا يعذبوهم باش يحبسوا هذه الرسالة، ولكن ما حبسوش، مالكري كانوا يحكموا البعض ويربطوهم على الأرض ويحطوا لهم صخرة كبيرة على البطن ويخليهم هكذا كيتحرقوا في الشمس، وكاين البعض اللي يعريوهم ويحطوا لهم الجمر هكذا سخون ويحرق على ظهرهم حتى يتشواو، كاين حتى واحد منهم قتلوا له يماه وباباه قدام عينيه. اما الرسول عليه الصلاه والسلام كان يهينوه لواحد الدرجه ما تقدروش تخيلوها. واحد الخطره كان يصلي وكان ساجد للكعبه الشريفه، جاوا ورموا عليه الزبل اللي تخرجوا الناقه كيتزيد، غطاو له كامل ظهره وراسه بالخماج وهو ساجد. واحد الخطره كان يطوف في امان الله، طاحوا عليه الكفار وخنقوه بشكل رهيب لدرجه من شعره ويموت. الحمد لله شافهم من البعيد صاحبه ابو بكر الصديق
وحديق وراح يجري يسلك. وهذا الشيء دام لمدة 13 سنة عذاب. الحاجة الوحيدة اللي كانت تصرى في هذه السنوات كان واحد العباد يجيو باش يزوروا مكة، وكانوا يجيو من واحد البلاصة اسمها يثرب. كان تلاقاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وكان يخبرهم بالإسلام وأعجبوا بالإسلام والكرم اللي فيه، دونك أسلموا وكي ولوا ليثرب نشروا الإسلام لتما، وشعب يثرب كامل فتح لهم ربي صدرهم وأسلموا جميعا وربوا حب كبير بالبزاف اتجاه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذيك الفترة الكفار جوعوا الرسول عليه الصلاة والسلام والأتباع ديالو، ما كانش يمد لهم الطعام، يعني كانوا حابين يقتلوهم بالجوع. وبطبيعة الحال الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة حبوا يهربوا من تم، وأفضل بلاصة يروحوا لها هي يثرب على خاطرش راهم مرحبين بهم، ولكن الكفار ما حيش يخليهم يروحوا، كانوا خايفين ولا يهربوا لهم يديروا جيش ويحاربوهم. وهذاك واش صرا، الرسول عليه الصلاة والسلام قدر هو وأبي بكر الصديق يهرب من مكة مالغري الكفار داروا كلش باش يحكموهم، داروا مام جائزة للسكان، قالوا لهم اللي يحكمونا الرسول عليه الصلاة والسلام يمدوا له 100 ناقة. الشعب كان ميت بالفرحة بهذه الجائزة. اجرموا الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر، ولكن واش داروا هما؟ تخبوا في غار لمدة أيام، وبإذن الله واحد ما شافهم باش تشوفوا برك الكفار لحقوا لحتى هذاك الغار، ولو كان غير شافوا اتجاه رجليهم يشوفوا النبي وأبا بكر الصديق معاه، ولكن ربي حماهم. وأخيرا لحقوا ليثرب وشعبها، استقبلوهم بفرح كبير، وأول حاجة دارها لتما الرسول عليه الصلاة والسلام أمر باش يبنيوا مسجد باش يصلوا فيه ويعلمهم الدين. يثرب ولا اسمها المدينة المنورة، وعاش فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بعض السنين، حيث نحى البغض والحقد تاع الجاهلية تاع السكان اللي كانوا فيها لتما، وقوة المحبة والأخوة ما بيناتهم. جازوا سنوات في المدينة المنورة، والرسول عليه الصلاة والسلام أسس دولة إسلامية، دولة قوية وعندها جيش شجاع، ماشي كما شفنا في الحلقات اللي فاتت مع بني إسرائيل كان الإيمان ديالهم ضعيف بالبزاف. ومن تم بدات الفتوحات الإسلامية، حيث الجيش اللي كان يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجاهد بكل قوة وبدون أي خوف في سبيل الله، كما غزوة بدر اللي كانت معركة عظيمة ضد قريش، طاحوا فيها مئات الجنود وربحوا المسلمين. الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة ممتازة على كبره، كان في عمره حوالي 60 سنة، كان يعلم الجنود القتال وكان يدرس الدين للكفار، وكان يعلم الصغار وما كان يتكبر على حتى واحد. وجا واحد النهار اللي كان بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام نهار عظيم، ولا هو والأتباع ديالو إلى مكة فاتحين، ريبوا كامل الأصنام اللي كانت في مكة وسلطوا اللي كانوا في الكعبة الشريفة. في بداية السنة 11 هجري ربي سبحانه سلط على محمد عليه الصلاة والسلام مرض اللي خلاه فراش ما يقدرش كامل ينوض. الحاجة الوحيدة اللي كان يديرها كانوا يعاونوه ويرفدوه للصلاة باش يصلي بالجماعة ويعاودوا يرجعوا للدار، ولكن يوم بعد يوم الحمى تاعو بدات تطلع وراسو بدا يوجع بزاف، وكي جاو يديوه باش يصلي بهم قال لهم رميو عليا الماء زعما باش يبرد روحه وتنخفض درجة الحرارة. جابوا له الماء بداو يشمخوا فيه، وفهاديك اللحظة الرسول عليه الصلاة والسلام حس درة النشاط، ناض متجه الى المسجد باش يصلي بالجماعه، ولكن الفشل حكمته اغمي عليه وطاح في الارض. راحوا يجروا عنده ورفدوه وحطوه في الفراش. بعد دقائق خفطن وسقساهم اسكو صلاوا الناس، قالوا له لا راهم يستناو فيك. واش جاوبهم الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ارميوا عليا الماء. ارموا عليه فطن وراح متجه الى المسجد، ولكن مره اخرى ما قدرش وطاح في الارض، وبقى هكذاك حتى قال لهم ما نقدرش. امر واحد فيهم باش يصلي بالناس في بلاصته، وهذاك النهار كان قاسي بزاف فعلا الناس، على خطر كانت أول مرة يصلي بهم واحد من غير الرسول عليه الصلاة والسلام وهو موجود. الناس كامل كانت حزينة عليه وفهمت باللي قرب الأجل دياله. توفى الرسول عليه الصلاة والسلام والموت ديالو حكمة، حيث الناس كامل حزنت، كان منهم اللي صدق، كان منهم اللي كذب، كان مام واحد من الصحابي خرج لهم الموت وبدا يهدد فيهم، قال لهم راح نتحبسوا ما تقولوا محمد عليه الصلاة والسلام مات ولا قتلكم جميعا، وراح صدم ديراكت لدار محمد عليه الصلاة والسلام. حتى شاف الجثة ديالو وكشف عن وجهه باش قدر يصدق. خرج الشعب وقال لهم الناس اللي كانت تعبد الرسول عليه الصلاة والسلام راهو مات، والناس اللي كانت تعبد ربي سبحانه راهو حي ولا يموت، ومحمد عليه الصلاة والسلام راه ما إلا رسوله.
هذه هي قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باختصار. قصة ديالو عظيمة ومليئة بالحكم، وبيان سور راح تشوفوها يوما ما في هذه القناة. قولوا الحقيقة بعد كل هذه القصص، شكون هو الشخص اللي راكم حابين تشوفوه بعينيكم؟ بلا ما نهضروا على ربي سبحانه، هذه باينة، هذا هو الهدف تاعنا في هذه الدنيا، نشوفوا الخالق وندخلوا الجنة ان شاء الله يا ربي كامل. اي واحد راه يشوف فيا نتلاقاو تما. انا شخصيا راني حاب نشوف عظمة جبريل عليه السلام والرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا بصح لو كان نبدا نقول لكم هكذا نجيب لكم كامل الانبياء. قولوا لي نتوما في التعليقات، وشكرا لاي واحد عجبته هذه السلسله وتفاعل معها، ما عجبش باش يدير لايك، ما عجبش باش يبعثها لصحابو. نتمنى تمتعتوا بها ونتمنى تعلمتوا منها. راني حاب ندير لكم فيديو باش نجاوب على الاسئله ديالكم. اي سؤال يجيكم على السلسله ولا على القناه ولا على حياتي روحوا في التعليقات، وراني حاب ندير لكم هذا الفيديو على خاطر عندي واحد القصه ظريفه صارت لي وانا ندير لكم في هذه السلسله تاع قصص الانبياء، يعني بكيت بالضحك. وبيان سور شكرا للانفينيكس، قلشوكم بالهدايا. مازالكم حتى نهايه رمضان تقدروا تربحوا، ما عليكم غير ديروا ستوري وانتم تشوفوه في هذه السلسله. طاقيو انفينيكس الجيريا وطاقيوني انا حيت تدخلوا في السحب، وثاني جاوبوا على الاسئله البسيطه اللي راهم يطرحوهم لكم في الفيسبوك ديالهم. هذا باش يزيدوا في حظكم، وراهم يستنوا فيكم بزاف تليفونات ودي كيفت بوكس للربح. وفوق هذا الشيء انفينيكس حبت تكرم الزبائن ديالها اللي شراو ولا اللي رايحين يشريو السمارت فون الاخرين ديالها الاوت 40 اي وسمارت ويت. حتخير 40 منكم تمد لكم دي بون دو رومبورسمون باش يرجع لكم بنسبه مئويه من الدراهم، وهذه النسبه المئويه قدرت تلحق حتى 100%، يعني بصحتكم تليفون. وباش تشاركم ما عليكم غير تعمروا واحد الفورمولير، نخلي لكم الرابط في الوصف مع العلم باللي كاين امكانيات تربحوا تلفزيون. ليكيب انا نقول لكم تهلاو في روحتكم بزاف بزاف، تلاقاو المره الجايه في فيديو جديده. اتحابوا.